السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا في احسن حال. فيديو النهارده هيكون فيديو حلو جدا، فيديو هيكون مختلف لبعض كده، الاجهزه والادوات المنزليه كمان اللي هتعجبك في قلب بيتك والافكار الجديده ان شاء الله. كلنا طبعا بنحب الفيديوهات الجميله المتنوعه اللي بيكون فيها افكار زي كده، عشان لما تتلاقيها في اي وقت في اي سوق عندك تبتدي انك انت تجيبيها وانت مغمضه، لانك هتكوني شفتيها. قبل ما نكمل الفيديو ما تنسوش تحطوا لايك للفيديو، عايز ادعمك ليا يا غاليه باللايك، حطي لي لايكات كتيره كده، وطبعا كومنتك الجميل المحفز اللي انا بفرح بيه. وطبعا لو انت اول مره بتشوف القناه عندي من خلال الفيديو ده، يا ريت تشتركي في القناه وتفعلي زرار الجرس على الكل عشان يوصل لكم كل جديد مني. طبعا انتوا شفتوا في اول الفيديو المنظم الحلو الجميل اللي هي نظمت فيه الميك اب بتاعها، طبعا منظم اكليريك حلو جدا جدا، عجبني فكرته. كمان المنظم حلو ده بتاع الاكسسوارات كل شفتوا منه اللون الاخضر اللي هو الملكي، وكمان اللون اللي هو الشفاف اللي هو الاكليريك، بجد عجبني جدا فكرته، حسيت ان هو بيلم الدنيا. كمان هنا ده علب البرفان اللي هي اللي انت تقدري تحطيها في قلب الشنطة بتاعتك، يعني تاخدي منها من علبة البرفان بتاعتك اللي هي في البيت، ولكن تسيبي العلبة في البيت وتبقى معاكي علبة صغيرة كده. عجبني كمان المنظم الحلو جدا دوت، هي بصراحة مش عارفة الكيسة بتاعته او المنظم ده بيكون مثلا خامته ايه. طبعا هو بيكون بلاستيك، بس بيكون بلاستيك من اللي هو النظيف، بس عجبني جدا جدا فكرته. كمان شفت المنظم بتاع الفوط دوت اللي بيخليكي تحطي الفوط كده وتنشف معاكي بكل سهولة، ومش يعني مش بيوسخ لك الرخامة. لو انت بقى مثلا مخلصة المطبخ بتاعك وحط الفوط بتاعت المطبخ بعد ما غسلتيها عشان تنشف، حلو جدا. شايفين كمان الدبل فيس ده حلو قوي قوي، يعني هي بتوريك ان انت بتقدري تستخدميه في حاجات كتيرة بدل اللزق اللي هو العادي بتاعنا، حلو جدا. وبتقول هو بيتشال معاكي بكل سهولة، لو حتى كمان حطيتيه في الحيطة، يعني اخدين بالكم هي حطت عليه حاجات كتير جدا، وعجبتني قوي قوي فكرة الدبل فيز ده. كمان هنا ده مكيال كده، يعني زي نظام ميزان كده، بيحطلك تحطي الحاجة بتاعتك اللي انت عايزاها برفق كده، وبعد كده بيتقفل معاكي وتقدر انك انت تقفليه على الكيسة. يعني مثلا لو اخده بيكنج باودر اخده منه شوية وكده تقدر انك تعينيه. هنا كمان الفوطة دي عجبتني، اللي هي بتمتص بسرعة المية، وفي نفس الوقت كمان تنظيفها سهل جدا، حلوة قوي. شايفين كمان قماشتها، تحس انه هي هشة، بتمسح زي ما انتوا شايفين الازاز كل حاجة، ومش بتسيب اثر ليها، لان في فوق كتيرة كلنا بنعاني منها وبنبقى جايبينها غالية كل حاجة، بس فجأة تيجي تبصي تلاقيها والله بتبوظلك الدنيا. كمان عجبتني الصدادة دي، بتصد طبعا في الحوائط وكمان في البلعات زي ما انتوا شايفين، علشان خاطر لو انت بقى بتمسحي او بتعملي اي حاجة وما عندكيش الغطا اللي تقدري تحطيه على حاجة زي كده، عجبتني دي، وليها الفتحة اللي انت تشدي بيها. كمان هنا ده الحامل حلو جدا للتوك والاكسسوارات، وشكله هو كمان شيك، يعني عجبتني فكرته كتير للتوك، وعجبتني فكرته للغطا بتاع الحلة، يعني شكله حلو قوي قوي. كمان شايفين كمان المشبك الجميل الشيك دوت، وفي منه الوانات كتيرة، لو انت حابة توحدي الالوان بقى تقدر انك انت تقفلي الاكياس زي كده. طبعا كلنا في قلب بيتنا بيكون عندنا الحاجات دي، بنفتح كده اكياس، ساعات اكياس المكرونه، ساعات تكوني مستعجله تاخدي حاجات بسيطه، ساعات مثلا بيكنج باودر، فانيليا، خميره، اي حاجه، وبتكوني كمان عايزه تقفليها، فانا شايفه ان هو حلو المشبك ده. شايفين كمان الفرشه اللي هي بتاعت الوبره دي، حلوه قوي قوي، يعني بتشيل الوبره وفي نفس الوقت كمان بتغسلك الهدوم، بتحطي فيها الصابون بدل بقى من انك تقعدي تحطي مثلا تجيبي الفرشه اللي هي العاديه وتحطي صابون فيها ومش هيرغي معاكي. ففكره فكرة الفرشة دي عجبتني قوي، يعني بصراحة انا لو شفتها في اي مكان في الاسواق او كده هجيب منها، لاني فعلا فكرتها عجبتني جدا جدا. كمان هنا ده منظم، طبعا المنظم ده احنا شفناه كتير وشفناه في فيديوهات، لو تلاحظوا من السيدات الاجانب اللي انا بنزلها لكم كتير، والسيدات التركيين كمان، حلو قوي. في منه بيبقى موجود في ايكيا، وفي كمان بيكون موجود منه في اللهم صل على النبي وبارك فيه في الاسواق، بس طبعا زي ما انتم شايفين بيكون اكيد هيبقى غالي، فهو بدل هو نزل يعني بقى متواجد بكميه.
كمان الفرشة دي عجبتني، ليه التويلت حلوة قوي، حسيت ان هي بتجيبلك الاعماق كده، وفي نفس الوقت مكانها تقدري انك تحطيها في اي مكان. كمان المنظم ده يعني انا نفسي اجيب منه، بيلزق برضو بدبل فيس، تحطي فيه بقى المقشات بتاعتك والمساحات والحاجات دي ورا الباب، لان كلنا بنعاني من الحاجات دي والله العظيم. وانا كده يعني انا الحاجات بتاعتي دي ما ببقاش عارفة عينها فين، بنبقى كلنا عايزين ننظف المكان بتاعنا او ننظف بيتنا وكده، وفجأة تيجي تبصي تلاقي بقى بعد ما نظفتي المقشات والمساحات والحاجات دي بتبقى عاملة ازعاج بصراحة. كمان هنا دي اللي هو زي نظام طبق كده بيتحط عليه المعلقة وبيحط عليه الغطاء، انا عندي برضو نظام المنظم ده بس بصراحة ما عجبنيش يعني، بس هو مش شكله بالظبط، هبقى اوريها لكم على القناة التانية. بالمناسبة كمان عايزة اقول لكم اني انا نزلت النهاردة فيديو جديد على القناة التانية، روحي شوفيها غالية. لو انتي مش عارفة قناتي التانية اسمها حب حياتك وبيتك مع رودي، هتتلاقوني حطها تحت في اول تعليق مثبت، وهتلاقي الفيديو الجديد في اول تعليق مثبت. روحي اشتركي في القناة وسيبي لي تعليق كده انك انت اشتركتي فيها، وقولي لي رأيك فيها، ابحثي كده فيها ودوري فيها شوفيها هتعجبك ولا ايه. بنزل فيها كل يومياتي وكل حاجاتي اللي بجيبها جديدة زيكو كده، ولكن انا بشارككم كل الحاجات اللي انا بعملها في بيتي. روحي شوفيها وقولوا لي ايه رأيكم. شفتوا بقى المنظمات الحلوة الجميلة دي، عجبني برضو. بصوا كلنا بنبقى عندنا حتة الشنط دي، الكيسة يعني لما بنجيب اكياس، في اكياس بنحتفظ بيها كده مثلا، بتكون كويسة ممكن تستخدميها تاني استخدام تاني وكده، فحلو قوي المنظم بتاعها ده زي ما انتوا شايفين، يعني ممكن تستخدميها للباسكت، تستخدميها لاي حاجة، حلو قوي. وكمان مستو حلاوته ان هو يقدر يعني يتحرك معاكي في كل مكان، يعني تقدري تحطيه عند التلاجة بقى زي ما هي حاطه، في اي مكان، المكان المتوفر ليك. كمان هنا عجبني المنظم دوت، والمنظم ده انا عندي منه في بيتي الاكليريك، عايزه اقول لكم ان هو حلو جدا وخامته حلوه جدا، بس هما هنا يعني جاي منزلين منه الصغير، انا عندي الكبير شويه. ومستو حلاوته ان هو بيخش الميكروويف، وكمان يخش معاكي في التلاجه، وحلاوته الاكتر اللي هو بجد والله مش بيبوظ الخضار ولا بيبوظ حاجه، يعني انا عندي منه بجد عايزه اقول لكم جميل. ان شاء الله برضو على القناه الثانيه هبقى انزله لكم واوريكم تنظيمي فيه بيكون عامل ازاي في التلاجه، بس حلو. بس طبعا انتوا عارفين انا لما بجيب حاجه بجربها الاول وبقول لكم. كمان هنا دي حافظ، ده علبه كده حافظ طعام، ومزيتها كمان ان هي فيها مصفى من تحت، لو انت حابة مثلا تغسلي اي حاجة عندك تقدري انك تغسليها وتحطيها. شفتوا بقى اللمبة الجميلة دي، هي بتتشحن كده من الشاحن، ليها وصلة زي اليو اس بي كده، بتشحنيها او بتتحط في الشاحن عادي، حلوة قوي عجبتني. لو انت عايزة حاجة لد كده صغيرة زي نظام اباجورة بالليل، عجبتني قوي فكرتها. كمان بقى كلنا بنعاني من الحتة دي، ان ممكن الباب يفتح معاكي، او مثلا ممكن تكوني حاطة موبيليا، تكوني حاطة حاجة وتخافي ان الموبيليا بتاعتك تتجرح او الحيطة تتقشر، فعجبني قوي برضو الفكرة اللي انت تحطيها في قلب الباب. شوفوا هي حطتها في حاجات كتيرة، تقدر انك انت تقف عليها الفازة، تحطيها في قلب الباب كصدادة يعني للباب، حلو قوي. هنا كمان دوت كده اسمه تقريبا سكوتش حاجة كده اسمه كده تقريبا، دوت تقدري برضو انك انت تلفيه على السلك، او تعمليه زي ما هي عاملاه كده. ومستو ان هو بيكون فيه دبل فيس، يعني بتلزقيه في الدبل فيس بتاعه يعني، وبتقدري تفتحيه وتقفليه براحتك، وده عجبني قوي فكرته. كمان هنا الليفه الحلوه دي، او بصوا هي استخدمتها كليفه، حطيتها كده فيها الصابون وبتقفلها، بالنسبه ان هي خفيفه يعني القماشه بتاعتها خفيفه، حلو قوي برضو عجبني المنظم ده. هنا بقى كمان منظم لأي حاجة عندك، توابل بقى، زيت، ممكن تجيبوه كمنظم وتحطوه مثلا قدام الرخامة او جنب البوتاجاز، علشان ايه انك انت يعني تاخدي منه زي ما انت شايفة كده زيت بقى خل وكده، حلوة قوي. وزي ما انتوا شايفين هي كانت بتوريكو ان هو تقدري تمسحي من تحت منه، وتقدري كمان تحطيه في قلب التقفيل عادي مفيش منه اي حاجة. كمان هنا المنظم حلو قوي بتاع لما اخذل
تيشوزات وكده، حلو قوي قوي، عجبني فكرته برضو. وحلو، وزي ما انتم شايفين بيتلزق عادي. بس كده حبايب قلبي، ده كان الفيديو بتاعي النهاردة. خلص الفيديو بتاعي، يا رب يكون الفيديو عجبكم.